حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادرينج. هالبرنامج يومي مع داهي مع أستاذ ماضينا دائما الشعبية العفوية معطيكم أنت ونقشة في برنامج جادرينج. إعادة برنامج 1:30 ل 2:30 الفير. أكاد برنامج بإنستغرام جادرينج أندرسكور شو وتويتر جادرينج أندرسكور شو. ورحب في زميلي جراح. طبعا أرحب فيك زميلي محمد، أرحب فيكم أعزائنا المشاهدين حلقة جديدة ومتجددة دائما من برنامج جادرينج. مثل ما تعودنا دائما ضيوف مميزين وتقارير مميزة ومواضيع مميزة. أما اليوم معانا ضيف جدا متميز، حاطين ميداليات اليوم سطرينها وهنا على الطاولة. أكيد راح نعرف ضيفنا لليوم لكن بعد ما نرجع عن زميلي محمد. يعطيك العافية جراح، تبيض لعب دور بشكل كبير اللي شكلك شوي بتضحك عشان بين أسنانك. خلني أضحك استاذ، أنا شيء ممتع. تذكر أول ما قطيت 4000؟ أي نفس الشيء، خلني الحين أستانس أنا. بس أنت ببلاش على فلوس. الحمد لله. طبعا متابعينا اليوم معنا ضيف جدا مميز، لاعب ألعاب قوة وبطل 400 متر. ضيفنا اليوم اللاعب المميز عبد العزيز سيف، لاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني. خطأ لحد التقرير عن ضيفنا ورد لكم مرة ثانية. شفنا التقرير اللي وضح ضيفنا لهذا اليوم، فعلا تقرير وايد قوي. شباب الكويت ورياضيين الكويت دائما الانجازات ما هي غريبه عليهم الامانه، يعني اقرب دليل صفه الذهب اللي على الطاوله. بالبدايه خل ارحب في ضيفنا عبد العزيز سيف، لاعب نادي كاظمه والمنتخب الوطني. حياك الله في برنامج جادرينج. الله يحييك حبيبي، تسلم على الله. في البدايه طبعا مبارك لك على هذه الانجازات الكبيره الصراحه، واللي للاسف انه بالكويت يعني لا تحترم البطولات عموما رياضية، يقول ما عدا كرة القدم والطائرة والسلة من الألعاب الثانية مظلوم حقها الصراحة. في البداية اللي فشلنا فعلاً يعني يدورون اللي فشلنا ياخذونه يحبونه. خلينا نتكلم على متى كانت انطلاقتك في 400 متر، متى بلشت هذه الرياضة وإيش معنى هذه الرياضة بالذات؟ أنا دخلت ألعاب القوة، بداية هي ألعاب قوة فيها أكثر من لعبة، فأول ما بلشت كنت بالوثب، بس دخلت انا متاخر شوي مو بالمراحل السنيه، يمكن كان عمري 17 او 18 سنه. بعدها ما فلحت يعني بالوقت، كنت يعني اطلع الاول بس اول واحد اطلع برا الملعب. فما وقفت، كملت الحمد لله، ولين شفت نفسي بال 400 وتطورت فيها شوي شوي. وبهالمناسبه احب اشكر مدربين اللي لهم فضل علي، الكابتن يونس سكين وكابتن عمر رشيدي كابتن زياد خضر. في بدايتك سمعنا ان انت كنت تحط مدربين خاصين. لا كلام صحيح؟ لا، بالبدايه كنت مع النادي، تدريبي مع النادي، المدرب الموجود اتدرب معاه، ولا ادري يعني هذا تدريب صح ولا صح، بس شيء يشغل فراغي والشيء انا حابه يعني. حلو، وبعدها هم ما زال لحد الان عبد العزيز يمارس هذا الشيء؟ لا، الحين اختلف الوضع، كنت اتدرب مع مدرب المنتخب، مدرب بلغاري. بس مثل ما انت عارف نفس كره القدم في مدرب تكتيكي وحق اللعبه وفي مدرب حق اللياقه. فالحين الحمد لله انا قاعد ادرب في مركز بارك اثليتيك،
مركز يعني افتخرنا اشوفه موجود بالكويت يوفر. هذا حق تبع يعني بس خلينا نعرف تبع النادي ولا لا؟ هذا مركز خاص ولا تبع منتخب يعني؟ لا بفلوس. ايوه بفلوس، بس الحمد لله الحين حصلت في سبونسر رعايه من هذا المركز اللي يرعى الشباب الكويتيين الرياضيين، وقاعد ادرب في تمارين الجيم هناك وتغوياتي. حلو، ليش ما نشوفكم يعني بارزين على الساحه الاعلاميه مثل اللعبات الاخرى؟ يعني ليش اليوم غياب اعلامي جدا كبير عليكم؟ هل انتم ما تروحون حق الاعلام ام الاعلام مو راضي لكم؟ لا هو يعني شيئين، العبوه طبعا ما يعني انا ما اقول لك كرة القدم هم ماخذين احسن منه، هم كره اللعبه الشعبيه يعني ويستاهلون يعني، لان هم اللي الناس يستمتعون يشوفون، حتى اللي ما يعرف شيء بالكره يستمتع. احنا شوي لعبه شوي معقده، لعبه ارقام بس الاعلام شبه مقصر. لكن اليوم خلينا نتكلم كاولمبيات يعني او كبطولات عالم للالعاب قوه، ترى متابعه جدا كبيره، يمكن من اكثر متابعات من خلال رياضه يعني كاولمبيات وكاس العالم مثلا للالعاب قوه، دائما لا متابعه ولا يعني نظرات من جميع الجمهور سواء بنات ام شباب، فاللعبه انا اشوف انها محبوبه لكن بالكويت غير محبوبه. هي لانها صعبه شوي يعني قوانينها مثلا كجمهور صعب انه يصعبها مثلا؟ لا بالعكس، بس صعبه توصل لها يعني، والانجاز فيها صعب اصعب من القدم اتوقع، لان عندك العاب القوه من كل دوله، عندك 100 رياضي يمكن يوصل الاول بالعالم. فالتحضير لها قبل كان طموحنا يمكن خليج يعني، تحضير ما هو هين، تحضير يبي له صعوبه وشوي معقد. طبعا كابتات برنامج بتويتر gathering underscore show وانستغرام gathering underscore show، اي احد عنده موهبه يبي يكلمنا عن طريق تويتر او انستغرام راح يكون ضيف في برنامج gathering، واهم حواراتنا مع ضيوفنا متواجده في اكاونتنا بالانستغرام gathering underscore show. جراح تفضل. طبعا خلينا نتكلم عن الهيئه، هل الهيئه مقصره معاكم كلاعبين اليوم من ناحيه التفرقات الرياضيه وغيره؟ لا بالعكس يعني هم قايمين بواجبهم، بس اللهم ان في شويه خطي كلام باقع على الهيئه اليوم. خلينا نقول ان يعني اليوم انا اول لاعب صراحه جدا دبلوماسي، هذا شيء ما تبي تزعل احد. لا بلا. اليوم الهيئه خدت كلام باقع كلاعبين كره كلاعبين غيره وغيره، الكل يشتكي من الهيئه ان اليوم ما قاعد توفر التفرغات الرياضيه حق اللاعبين، الكل قاعد يشتكي ان الهيئه ما قاعد تعطي التفرغ بشكل كبير حق اللاعبين. تلقى اللاعب يصعد بطوله او يروح حق بطوله ياخذ التفرغ يومين، زين نفرض انه بطوله اربع ايام، ياخذ تفرغ اربع ايام، خامس يوم مداوم. هي القوانين، المشكله بالقوانين، يمكن تلقى اللي حاط القانون شوي يعني تفكيره اداري اكثر ما يكون رياضي، فيحط لك يمكن انت بطولتك اربع ايام يعطيك اربع ايام تفرغ، ما يفكر انه لازم تكون موجود قبلها تحضر نفسيا ترتاح بعد الرحله. وهم القوانين هذه يمكن هم حاطينها لان نشوف ناس ما عندهم عقليه رياضيه، مشكلتنا احنا الرجل المناسب في غير المكان المناسب، هذه جمله تعبنا احنا نقولها يعني بالاعلام، ان الرجل المناسب في غير المكان المناسب بالكويت يعني. صحيح. اليوم محتاج عقليه رياضيه تمسك الرياضه فعلا. خلينا نتكلم على مشاركتك مع نادي كاظمه ومنتخب الوطني، خلينا نذكر شوي من انجازاتك. والله انجازاتي بلشت مع النادي، بدايتها كنت في فئه الشباب يعني اول بطوله شاركت فيها الحمد لله يعني بعد ما حضرت حصلت فيها 3 ذهبيات ومن بعدها صعد حق المنتخب الوطني. هذا اول بطوله 3 ميداليات ذهبيه. إيه بعد اول ما بطوله إيه بعد ما لعبت 400 متر و 400 متر حواجز، وبعدها كان السنه كلها فيها بطولات خليج وعرب فئه الشباب. شاركت بطوله الخليج كانت بالكويت، حصلت فيها على المركز الرابع، ما توفقت فيها. ليش الرابع يعني؟ هل كان التحضير نوعا ما سيء؟ لا نقص خبره شوي يعني، رغم كان اهلني ادش المركز الثاني يمكن او الاول، بس نقص خبره. في توتر ارتباك يعني قبل ما ادش مثلا المضمار؟ وايد توتر. ها لان انت تدخل ورا الحكم وكل الناس قاعد يطالعونك، لما تروح عند مكان الانطلاق وتنطر الطلقه بس يعني. يمكن في لعبه الوثب الطويل اللي عندك 6 محاولات يمكن التوتر اقل، بس انت خلاص تحضير يمكن 3 اشهر انت الحين ناطر الحكم يطلعك وما تدري ايش بيصير. على الطلقه الناريه ناطرينها. ايه والطلقه بعدها اقل من 50 ثانيه انت تخلص سباقك. طبعا خلينا نتكلم شنو اخر رقم قياسي حطمته؟ اخر رقم الحمد لله حققته ببطوله سنغافوره المفتوحه واهلني اني اخذ في المركز الثاني. هذه البطوله لها قصه شوي يعني.
كلمنا عن هالبطولة. هذه كنت رايح معسكر مع المنتخب في ألمانيا ليفركوزن، شاركت هناك في ملتقى، كان الملتقى شوي يعني مو بالمستوى، حصلت في المركز الثاني. ما كنت محضر، كانت بداية تحضيري في هالمعسكر، وردينا حق رمضان بل كملت تمرين، كان في معسكر بعده في بولندا وفي تحضيرات نشارك كلنا هناك في بطولة، بس بسبب ظروف ما قدرت أروح بولندا، فكملت تمرين هني ولازم أركض. خلاص وصلت مستوى الحمد لله زين، فما قصروا بالاتحاد يعني، دزوا اسمي حق هذه البطولة وشارك فيها على حسابي، حتى كنت رايح لها بروحي أول شيء، فالوالدة خذيتها معي عشان ما أكون بروحي يعني. شوف جدا دبلوماسي، وأرجع أقول إنه جدا دبلوماسي ما يحب يزعل أحد. الاتحاد دز كتابك حق سنغافورة وقال لهم يبا احنا عندنا لاعب نبي يشارك في هذه البطولة، وانت مشارك باسم الكويت، هذا اول شيء. ثاني شيء، اليوم لما الاتحاد يدز كتاب حق اي هيئة او ان اي لجنة من الاخر، مفروض ان الاتحاد هو اللي يتكفل بمصاريفك، يتكفل باكلك وشربك وسكنك هناك، مو انت اللي تدفع. هذا الكلام احنا نقوله الف مرة اليوم للأسف، وقلت لك انت جدا دبلوماسي. لا لا بالعكس، لان شوف يعني انا صارت لي ظروف ما قدرت اروح بولندا، كنت معهم يعني معسكر بولندا. انت طالع يعني خدت كلام واقع، اليوم انت لما رايح سنغافوره رايح تستانس، ولا تبي طب الاتحاد يعني جدا جسم. لا يعني انا قلت لهم، انا قلت لهم انا بس بروح دز اسم، يعني هم يقدرون يقول ما ندز اسمك عشان بعدين ما تطلع وتقول انا رحت على حسابي، عرفت يعني. انا قلت لهم بك ضيج، خاطبت الاتحاد السنغافوري ورحت لعبت هناك. بعدين يمكن حتى صعبهم، احنا يعني ما هي الكويت دولة احترافية يعني، اليوم إيه عندنا يعني احتراف يعني، ما عندنا يعني حتى عقلية احتراف. على ما يخاطبون الهيئة ويطلعوا الميزانية يمكن ألعب بالبطولة بالسنة الجاية. وهني بعد كنت أتوقع بالجامعة يعني إيه؟ يعني حتى تفرق صعوبة يعني، في بعض الدكاترة بالجامعة ما يراعون. هتكلم على هالمنشآت الرياضية، دائما في نقد كبير من لاعبينكم وأيضا من الإعلام. يلا دائما المنشآت الرياضية خصوصا في ألعاب القوة جدا سيئة، واليوم معظم الألعاب يلعبون على منشأة واحدة، صار خربطة داخل هذه المنشأة، منشأة يعني ركيكة ضعيفة جدا. خلينا نتكلم على المنشآت، تقييمك لها؟ تقييمي من 10؟ من 10 3.5 من 10 يستاهلون. 3.5 لأن وايد يعني قابلنا شوف قاعد يزيد وقاعد يجاوب. لازم قابلنا يعني ألعاب قوة من قبلك، ضيوف نورونا معدنا اللي ذكرني عبد العزيز المنديل قابلناه، فقال ان اليوم مشكله انه قاعد اسخن او قاعد اتمرن، ادش علي واحد بلعبه ثانيه. اليوم في صغار يعني بالاعمار كاطفال برا الرياضه يدشون يعني يركضون يمي، فيقول لي ما في تنظيم ما في تخطيط بالضبط. هذا على كلامه. فاليوم خلينا نتكلم على المنشآت، فعلا المنشآت لهالدرجه يعني وصلت لهالدرجه ما في احترام للمنشأة؟ هو ما في احترام من البدايه، لان انت الاتحاد مالك المكان الرئيسي اللي انت تتمرن فيه تبع وزاره التربيه مدرسه. شلون تبع وزاره التربيه مدرسه؟ ملعب مدرسه كيفان. الكيفان هذا مكان تمرين كل هذا الاتحاد من زمان يعني، كبلش يمكن كانوا يبون مكان فاضطروا يمكن ياجرون من وزاره التربيه. شوف الحين عاد من متى زين، بس لا انا يعني بس خلينا ناخذ معلومه، اليوم الحين عرفنا ان هذا المشهد، بس هل كل لاعبين الكويت كل لاعبين الانديه يتمرنون في هذا المكان؟ لا، هو المفروض حق لاعبين المنتخب ومخصص حق كل نادي يوم واحد يتدرب فيه، لانه يصادف في مباراه بملعبه او شيء، بس هو مفتوح يعني، يعني اي احد يتمرن فيه. شيء غريب هذا يعني. يعني انا رحت صورت هذا الملعب، هذا مدارس ايام مدرسه كنا احنا نلعب فيه. إيه؟ لا، وفي مدارس خاصه ياجرونه ويسوون فيه احتفالات. صورت الصف الملعب يعني، قابلت اللاعب عبد الحميد دشتي لاعب العاب قوه، ففعلا ملعب جراح سيء، اضاءات سيئه، ملعب كئيب يعني، يجيب الحزن والهم والله العظيم يعني، يعني ما يعطيك معنويات انه تلعب على هذا الملعب. فعلا اليوم يعني ما شاء نبي انجازات، عندنا ملاعب جدا سيئه، لكن ما شاء الله عليكم انجازاتكم جدا كبيره، شلون قادر تحقق انجاز واكثر من انجاز من خلال هذه الملاعب السيئه؟ اكيد في عقليه، في تخطيط قاعد تسويه. والله هو حب اللعبه اول شيء، واللعبه يعني فيها ارقام، فانت حتى مثلا اذا كنت بعيد عن المراكز الاولى العالميه او الاسيويه تتحدى نفسك وتكسر رقمك لين توصل حبه حبه يعني. وفي ناس يعني الحين قلت لك مثل ما قلت لك الحمد لله مركز بارك اتلتيك رعاني الحين وقاعد ادرب فيه مع مدربين ذو كفاءات عاليه يعني جدا. شنو يستفيد
طبعا قلتنا في شركه او المركز مركز رياضي، مركز قاعد معطيك رعايه ومهتم فيك متفنيك هذا المركز. شنو نرجع لي انا مثلا كرئيس المركز، شنو استفيد من لاعبنا؟ يعني هل مثلا كمردود مادي تعطيهم، ام كمثلا شعار المركز تحطه على التيشيرت؟ لا بالعكس، يعني لا يعني ما صار اي طلب منهم ان احط اسم المركز او شيء، بس العقليه يعني اخوي عبد المحسن بابطين هو اللي مؤسس هذا المركز، عقليه رياضيه يعني هالناس اللي المفروض يكونون ماسكين. فهو روحك انت ولا ايضا وياك لاعبين لعب قوه؟ انا اول لاعب. ايش معنى اخذوك انت يعني بالذات؟ يعني ندري انه في مثلا هم انجازات كبيره من العاب قوه الكويتين، ايش معنى اختاروك انت بالذات؟ هذه تقول لك قصه الميداليتين كانت عندهم تشالنج نظموه تحدي يقيس لك يعني الرياضي الصح. فكان في يمكن 30 مشارك من كل لعبات تعرفون الكروسفيت، فكان في مشاركين وايد. الحمد لله حصلت المركز الاول فيها، ومن بعدها بيوم كلموني، وحتى يوم ما انا قعدت معاهم اول شيء هم يكلموني مستانس ودي اروح اطق فره على الاجهزه كلمه مره وارجع لهم. يعني شيء وادري انا كان الطريق الصح في هذاك المكان واسعى له، بس ما اقدر ظروف الجامعه وهذا صح. يعني تدريب متطور حي ما قصروا، عسام على القوه صراحه، ونتمنى كل المراكز تدعم شباب الكويت المميزين في الرياضات جميعا. يعني اكيد صح. طبعا اكيد سافرت حق قطر، اي كانت لك تجربه احترافيه بقطر، اي زين، فكلمنا عن هذه التجربه، كلمنا عن الميداليه اللي ماخذها من قطر. هذه التجربه يعني بلشوا فيها ربعنا الابطال بالعاب قوه يروحون قبل 3 سنين او 4 سنين احتراف اعاره حق احد انديه قطر، وكنت اشوف ما يعني ما كان يوصلني عرض من هناك، كنت اطمح ودي اروح اشارك، بس اشارك يعني بطوله هناك تكون وايد قويه يمكن من اقوى بطولات الخليج. ف كلم يعني عرض من نادي الريان القطري السنه اللي طافت اعاره، وبس الحمد لله حتى كنت بالجامعه وقتها، الاحتراف مو نفس كره القدم، اروح سنه كامله هناك وقت البطوله، بطولتنا 3 ايام هم يدزوا لي التذكره والسكن عليهم، اروح العب 3 ايام والتمرين هني التمرن اتمرن هني مع المنتخب. حلو. طبعا اليوم قاعد نشوف، بما انك تكلمنا عن قطر طبعا الاحتراف وهذا، اليوم قاعد نشوف اللاعبين القطريين من اوائل اللاعبين في صح. يعني مستوى اللعبه بجميع كل شيء، يعني مو بس انك لاعبين العاب قوه، كل شيء منشآت اليوم ما شاء الله، قدم لاعبين كره القدم، كاس الخليج، اشياء كثيره صح. فاحنا اليوم كلاعبين كويتيين، خلينا نتكلم عن اللاعبين الكويتيين ونترك الاعداد ونترك المجاملات ونترك كل شيء. اليوم كلاعب كويتي شنو ينقصنا؟ المنشآت، نبي نصبح نفس قطري ناخذ بطوله كاس الخليج، الحين احنا طمعنا كاس الخليج رد مره ثانيه. لا يعني قطر هناك يوم رحت هاي الاحتراف احترفت نادي الريان، صادفت ربعنا لاعبين منتخب قطر يلعبون من نفس النوادي هناك، فخلصنا البطوله اخر يوم اشوفهم طالعين وهذا، قلت ايش فيكم ايش عندكم انت اليوم؟ يقول بنطلع يومين معود باكر بنروح سويسرا. ملوا قاعدين هناك. اخي هاي يستانسون بقطر مساكين. في بطوله قطر شنو اي مركز خذيت؟ ان شاركت باسم نادي الريان القطري وهو من افضل انديه قطر في جميع الالعاب، يعني تقريبا اي رقم خذيت؟ مع نادي الريان حصلت المركز الثالث، ادائي ما كنت راضي عنه وايد، حاشتني الربكه شوي ان ناس معتمدين علي ويابيني، فما كان ادائي وايد زين، بس الحمد لله ونادي الريان بهالبطوله حقق المركز الاول من بعد 11 سنه انقطاع عن هذا الانجاز، وبس حقق. في محترفين ها اجانب مع النوادي القطريه، يعني مثلا كامريكان او من دول اوروبا، يعني تلقى محترفين في نيجيريا، في يعني في اجسام ركضت معاهم انا يعني اختفيت هاي يومهم اختفيت بالضبط. وهم في ابطال من الكويت، عبد العزيز منديل كان معي بنادي القرافه، كان هو نادي كاظمه هني هناك، خذ رقم بعد عبد العزيز ما شاء الله حقق 3 ميداليات ذهبيه هناك. ما شاء الله. والعازمي ما كان وياكم بهالفتره؟ لا جت له فتره، اليوم خلينا نتكلم عن الاعلام، جت فتره زين في الكويت عندنا، صار طبعا اللاعب العازمي محمد مطلق العازمي، محمد مطر العازمي خذ البطولات كلها من الكويت، نقدر نقول ما خلى شيء ما شاء الله عليه، وراح اسيا وغيره وغيره. جت له فتره اختفى الانسان،
شنو السبب؟ شنو ما اذا كان عندك تواصل معه او شيء؟ اي لان اول شيء شيء عمر يعني نفس القدم يعني تعطي لفتره معينه و بس يعني الحين هو تو عقب العاب الاسيويه هذه قرر الاعتزال دوليا. راح يمسك منصب في العاب القوه مثلا او كمدرب؟ لا لا تعرف يعني؟ اي لا الحين ما في شيء يعني. كم خلينا نقول الاعمار المناسبه عشان انضم حق 400 متر سواء حواجز او العاب ثانيه بالعاب قوه؟ واعطني الافرج او الليمت اللي يتطلب على اللاعب انه يعتزل. هو عندنا مقياسين، احنا مقياس العمر التدريبي، انت متى بلشت؟ يمكن اذا بلشت كبير وحبيت اللعبه وتبي توصل توصل. يعني ويكون يمكن تعطي لعمر 35 او 37. عندنا البطل فواز دهش بلش انجازاته مو فوزي، فواز اخوه. فواز هم اخوه. هم بس مو اعلاميا مشهور. اي لان بس طلع الفتره اللي طافت بلشت انجازاته يمكن من عمره 28 ل 34، هذا كان يعني افضل انجازات حقه. يعني ليه خلينا نقول 38 37 صعب اي انجازات، يعني العمر يلعب دور يعني ماكو شيء صعب. بس اي العمر اكيد يلعب دور، وفي لعبات يعني نفس لعبات الرمي عمرها اكثر يعني تعطيك عمر اكثر غير السبرنت. لان بس شوف يعني كلاعبين العالم كأولمبياد تتابع دائما الاوائل 21 18 24 دائما اعمار صغيره، خصوصا كامريكا وجامايكا هم دائما في الصداره، فليش دائما الاعمار الصغيره هي تحتل المراكز الاولى؟ يعني قلت لي العكس انت هني. لا انا يعني بالكويت كمعظم ياخذون انجازات 28 او اكبر اذا دش اللعبه على كبر، لكن في اولمبياد او البطولات العالميه تشوف دائما الاول 18 24 23 وهم دائما امريكا جامايكا تنافس بينهم، فتشوف ان اعمارهم جدا صغيره ياخذون مراكز اولى. اي بالضبط، لان هذيل الصغار يعني نفس ما نقول تدريب العاب القوه علم ويتطور دائما، فيحوشهم التطور اكثر شيء، فتلقاهم يصعدون بارقام يعني قويه جدا. اسين بولت للحين الاول على العالم؟ اسين بولت الاول للحين. ها؟ اي شنو اللاعب؟ شنو يعني لك هذا اللاعب؟ اكيد تتابعه. وهذا اللاعب يعني اذا عندك معلومه الاعلى اجرا كرياضي بالعالم، رياضي الكل يعشقه كل دول العالم. بولت هذا اللاعب شو اللي يميزه؟ يعني اليوم احنا كمتابعين ندري انه عنده سرعه خياليه، ما عندنا مثلا نظره او كعقليه انه فاهمين في لعبه خلينا نقول العاب قوه. بولت فأنت مو سريع انا طايفه قبل. فانت كاختصاصك هذه اللعبه شو اللي يميز بولت عن الرياضيين؟ يعني شنو كلاعب الاغلى اجرا بالعالم واكثر راتب بالعالم؟ اي بولت ارقامه خياليه، وقبل هذا ليش هو مستمر؟ لانه بلش تدريجيا، يعني اللي يطلع فجاه عاده اللي بسرعه يروح بسرعه، يا شيء نفسي او يعني يكون لا سبب. فبولت تدرج بطوله العالم شباب، هذا يمكن بس فيها ميداليه واحده، بطوله العالم اللي بعدها اخذها فضيه، فبعدها بعدين دش بأولمبياد بكين ذهب. جسمه ما يصعد يعني لو شوف انت كخط، يعني انا كمتابع خطوات طويله جدا كبيره. هي. طوله خيالي، يعني دائما نشوف انه هو اطول لاعب يمكن بين الرياضيين. اقدر اقول انه جسمه مساعده بشكل خيالي انه ياخذ المركز الاول. مو ضروره، لانه هو جسمه اللي قاعد يساعد، انت تقول يمكن قاعد يضره بالانطلاقه بلوك ستارت. لان صح دائما يتاخر بالبدايه. دائما يتاخر. فبعدين ليش دائما يتاخر؟ عشان طويل يعني شوي؟ يمكن طويل، ولان مثل ما قلت لك هو علم، فلما هاي الفلسفه فيها شوي. لما يبلش بالدفع اول شيء، من يرفع جسمه ديناميكيه الحركه. الله عليك. هي تعطيه زياده، فاللي يبلش تردد من البدايه بس ما يعطي، حتى لو يتم على نفس التردد. يعني اذا بلشت قوي بالبدايه راح ابطئ بعدها؟ مو قوي. حركتك انت شنو بتسوي؟ بتحط رجلك قدام بسرعه وتسحب نفسك، ولا بتردها تحتك وتدز نفسك لقدام؟ هو شلون قاعد يسوي؟ هو قاعد يسوي دفع بالبدايه اول 20 متر. من يستقيم جسمه يعني تطلع من تحت لما تصعد، من يستقيم جسمه تشوفه يروح ما شاء الله. تكتيك هذا؟ تكتيك مركب شوته هو. تكتيك هذا هذا يعني هل تكنيك بالعب يعني بالركضه نفسها؟ يعني يصير مثلا كتكنيك مالي او التكتيك مالي مثلا انا كلاعب، اوكي في 400 متر اختار تكنيك غير عن 100 متر ومسافات اطول، ولا ان كلهم تشابه كبير بينهم في الانطلاقه؟ لا تفرق، ال 100 متر لازم يعني من
ما تسمع الطلقه لما تخلص انت معطي كل اللي عندك. ال 200 متر تقريبا، ال 400 فيها اللي هي ال 400 حق المشاهدين هي لفه كامله على الملعب. متعبه هذه، قاتله رجال يسمونها. على 1800 ولا كم؟ غير شعور غير بال 400، لان ال 400 شويه يعني بس الاحلى 100 متر. ال 100 يعني شوف دائما كل انظار العالم، ايه بالضبط، كل اعلام العالم، كل صحف واذاعات واخبار العالم على 100 متر، ايه تشوف الكل يعني يقعد امام التلفاز ويتابع 100 متر او يحضر 100 متر. لها متعه وتشويق غير عن اللعبات الثانيه، مع احترامي حق اللعبات الثانيه. اي لان ال 100 متر دائما يكون اكثر من بطل فيها، لان الفروقات فيها بسيطه، فتلقى خمسه ابطال مرشحين، فهذا يعطيها افضليه يعني ومشاهده اكثر. خش معلومات عندي، ها معلومات غريبه. اي مش تعرف رياضه؟ تابع والله الاولمبيات، يعني من متابعين الاولمبيات. انا شايف بكير بس ما ادري قبل كم سنه، من زمان الظاهر ما احب شايفه. خلينا نتكلم شوي عن اللاعبين الكويتيين اليوم. اللاعبين الكويتيين شنو، من يعطيكم الدعم لملابسكم وكل شيء واحديتكم، وهل يختلف الحذاء من 400 متر ل 100 متر والملابس نفسها؟ ايه تفرق. احنا بالبطولات وحتى بالتمرين نلبس السبايكس اللي يكون من تحت فيه المسامير. هذا احنا هذا نفس مال تغريب الحواجز. اي كلهم، كل اللعبات اللي بالمضمار يستخدموها. يفرق بين المسافات الطويله المتوسطه التفاصيل الشوز نفسه. والملابس يعني احنا تكرم هذيل احنا الحين كلها اونلاين نطلبهم. مكلفين ها كاسعار يعني، ما هم يعني ارخص، مو وايد يعني، يعني تقريبا الرينج مالهم كم يعني 40 دينار بس. احنا نحتاج 3-4 بالموسم يمكن اذا يعني واحد بروفيشنال يعني. 400 متر اليوم كلاعبنا عبد العزيز سيف، 400 متر حواجز ولا 400 متر عادي خلينا نقول من غير حواجز؟ اللعبتين انا العبهم، بس الحين مركز اكثر على 400. عندي انجازات الحمد لله باللعبتين. 400 بالحواجز و 400 عادي. سمعنا اللاعب عبد العزيز المنديل كان ضيف هني، قال انه اجباري على لاعب قفز الحواجز انه يكون شوي عنده طول. اي هل فعلا هذا الشيء يعني؟ اي اللي يساعده خاصه هم هو يلعب بال 110 حواجز، الحاجز مالها ارفع من الحاجز مالي يمكن هالكثر، لان انا ال 400 فحاجزي يكون اقل. ال 400 تفرق بالرتم بين الحواجز اكثر بالتكنيك. هم لا لعبتهم ما شاء الله تكنيك وتحتاج مواصفات خاصه. الطول اجباري. في ابطال طلعوا صار بس تاذوا يعني، بس حبوا. اذا انت ركضت مثلا انا وياك مثلا في 400 حواجز، انا صرت الاول لكن طيحت ثلاث حواجز مثلا، انت الثاني ما طيحت ولا حاجز، هني كحكم منو يعطي الاول؟ لو انت تطيحهم كلهم تاخذ الاول عادي. الحاجز حاطي لك اياه عشان الطوفه وما تتعثر فيه يعني، اذا تعثرت هو راح ياخرك، فانت اذا هو اخرك وهم تميت الاول هذا ما شاء الله عليك يعني. صار ما صار في احد اللاعبين مثلا بالعالم يصير يطيحون الحواجز، يتعرقل مثلا ويطيح الحواجز وياخذ المركز الاول، صار ها؟ بالعكس، لان احنا في ناس عبالهم الحواجز لازم تكون فوق، بالعكس انت لازم تكون قريب بشعره عشان ما تاخذ وقت زياده. حلو وانت تصعد فوق. راح اكمل انا بديش اللعبه هذه وتحت تحت. اكيد راح اكمل محور حديثنا مع لاعبنا عبد العزيز سيف لاعب نادي كاظمه والمنتخب الوطني، لكن بنطالع هالتقرير اللي يتكلم على تمارين وتدريبات لاعبنا المتواجد في استوديو برنامج جاذرينج. خلنا نطالع التقرير ورد لك مره ثانيه.
شفنا التقرير اللي يوضح تمارين وتدريبات لاعبنا عبد العزيز سيف لاعب نادي كاظمه والمنتخب الوطني، فلن يعطي العافيه ما قصر مالك النادي، يعني اردف عائله، نتمنى جميع النوادي تدعم رياضيين الكويت. بس في شغله لاحظتها يعني في تمارينك، ما تخاف انه يلك رباط بالركبه سمح الله؟ لا يعني هو كل شيء تدرج، ما اصعد وزن. يعني الركبه ترى قاعد طالع من تمارين عليها ضغط كبير بشكل خيالي، وتركز على تمارين الرجل بشكل كبير، والركبه منطقه حساسه يعني اوتار وهالامور، فقاعد الاحظ انك قاعد تشيل بار على ظهرك و يعني تضغط على رجلك، فما تجيلك مثلا اصابات بالركبه مرات او عوار سمح الله؟ الحمد لله انا ولا مره حاشتني اصابه بالركبه، بس انت لما تكون مقوي المنطقه هذه راح تشيلها. النادي، بس اذكر النادي، اسم النادي، مالك النادي يستاهل الشكر الصراحه. نادي سبارك اثليتيك سنتر، مالك نادي اخوي عبد المحسن البابطين، واشكرهم شكر جزيل يعني. فعلا صدق محمد، احنا اليوم نحتاج مثل هذه الناس في الاتحاد عندنا، ونحتاجهم في اماكن رياضيه، لان احنا اليوم محتاجين ان تكون عندنا عقليه رياضيه كيفيه طبعا لمشم هذين اللاعبين، عشان هم قاعد يقدمون الشيء هذا حق الكويت، يعني مو يقدمون هذا الشيء حق نفسهم يعني، حتى لو كانت لعبه ارقام. تفضل. ما يقطع كلامك. الامكانيات اللي موجوده بالنادي يعني موفرها حق الرياضيين العاديين او البروفيشنال نفس اللي تلقاها يمكن بامريكا، انديه الجامعات اللي هناك، فهذه فكره النادي. في مدرب ماسكك برايفت ولا؟ اي مدربي. في مدرب هنا؟ اي بريطاني توبي. هو مدرب بالنادي ولا جايبه من ناديك يعني نادي كاظمه؟ هو مدرب خاص حق تمارين القوه واتمرن معاه بالنادي، هو موجود بالصفحة. هالشيء فرق مع مستواك؟ خلينا نتكلم عن هالشيء. فرق في مستواك؟ وايد. هذا اصلا الحين التطور اللي صاير بالعاب قوه، ان اساس التمرين داخل الجيم التمارين هذه، فانا كنت ادري هالشيء بس مو عارف اسويه. يعني ما اعرف شلون تروح. اي ادري انه شيء صعب ما اقدر الف فيه يعني. صح. النادي ليش ما يتواجد مثلا في نادي كاظمه؟ يعني ليش بالتحديد قلت نادي كاظمه انا؟ لان نادي كاظمه فيه يعني ابرز لاعبين الكويت في العاب قوه، يعني انا ما قلت مثلا هذا النادي اللي قاعد اتمرن فيه، ما قلت انا مثلا خل احطه في نوادي مع احترامي الصغيره، يعني مثلا ك من غير ذكر اسامي. انا قلت نادي كاظمه، نادي كاظمه فيه ابرز لاعبين وابطال الكويت في العاب القوه، هذا النادي ليش ما نحطه في نادي كاظمه؟ نادي خلينا نقول اصغر من نادي سبارك اللي تتمرن فيه، ننقله ونحطه في نادي كاظمه. بنفس الاجهزه ودهم هناك يعني شو اللي يفرق؟ يعني هو اتوقع انجازاتكم تشفع لكم انه او تجبر اداره نادي كاظمه انه يحط لكم هذا النادي. صحيح، بس يعني نادي كاظمه هو ياخذ دعم من الهيئه. لما انت تاخذ دعم وما يخليك الميزانيه ما تخليك تفكر يبقى الحل، والله نخصص النوادي هذا الحل الصراحه يعني. بس يعني ايه الوقت زي انه بس والله هذا الوقت يعني خلاص، شفنا انه ما احنا قادرين يعني مدره نادي هي الحل، انه خلاص رياضه من تحت لتحت طلب شيء اجباري لازم نخصص نادي بعد، يعني مو يكون هالشيء اختياري، لا شيء اجباري ينزل قرار راح يدش في الاعلام، يدش ماركتينج كل مكان، شركات كل من يستفيد يعني. بورصه، خل بورصه على كل نادي بالضبط يعني. اليوم محمد انت تدري ان الكويتيين وايد اليوم عندهم بورصه في نوادي مانشستر وارسنال وريال وبرشلونه، كشباب صغار يعني باللابتوب يتابعون البورصه هناك، فاليوم خلينا نستثمر يعني في نوادينا دام قاعد نشوف يعني اخفاقات امانه في الرياضه في جميع مراحلها، من صدق قاعد تسوي يعني حتى المدرجات، حتى المدرجات تعدل، حتى الجمهور يبدا يروح لانه يصير في تنافس بين الشركات، تقدر تجيب لاعبين من برا اكثر من الحين عندنا قرار ما ادري كم لاعب لازم تلعب بالمنتخب، لازم فبالشيء اليوم حتى انديتكم فيها لاعب محترفين لاعب قوه. يلا تفضل شلون تبي تعلم يعني. ما في قانون يمنع القانون مهم ترى كاداره نادي يوم كمالك انا يعني كمالك نادي يرد ليش اقط من جيبي انا؟ شو اللي حادني قط من جيبي؟ مالي يمكن اقلت في برنامج قادر قلت من قبل اذا كرسائل نوادي مثلا ما بيقطوا من جيبهم، ترى في وايد رجال اعمال بالكويت يبون يمسكوا النادي، يبي اثبات اسم، عنده ماده مجرد اثبات اسم. خرد حق محاور حديثنا اليوم، وايد لاعبين في العاب القوه و400 متر ورياضات ثانيه حاطين مدربين خاصين حقهم برايفت، ليش؟ يعني في اختيار المدربين سواء من الانديه او من الاتحاد، يمكن انت ما هل سوء المدربين بالنوادي؟ يعني اليوم لو مدربي جيد انا مثلا العب في نادي كاظمه، انا كمحمد رضا مثلا،
مدرب جيد، تمارين قوية، حقق وياي إنجازات، عنده تاريخ هائل وسيبي جدا قوي. ما أتوقع أنا راح أقط من جيبي كلاعب ويبلي مدرب برايفت، أكيد في خلل في المدربين. صح، هذا صح يعني. بس ترى في قلة ترى من اللاعبين يتجهون حق المدربين الخصوصيين. أتوقع أنه ما عندهم مادة، يعني لو عندهم مادة وراتب، يعني أكثر اللاعبين بالجامعة بالثانوية أو دواماتهم مثلا كراتب مادي متواضع، عنده قرض وتدري الحين الحياة أقط لك 300 على مدرب، فليش أقط على مدرب برايفت؟ يعني أتوقع لو عندهم مادة، ما أتوقع يعني ولا لاعب حتى لو عنده مادة يعني ما راح يسوي شيء. لا أقول لك ليش؟ لأنه راح يجيك عنده مادة ويرد لك، يروح ياخذ لك هناك 3 بطولات 4 بطولات، ترد الكويت هنا ما في تقدير. يمكن شوف انا في اتكلم عن فلوس هالامور، يمكن في واحد يعشق اللعبه، اذا واحد يعشق اللعبه وادمن على هذه اللعبه، جراح لو مستعد انه يعني يدفع وياخذ له قرض حق روحه. اذا واحد مدمن على هذه اللعبه، بل اللعبة ترى العاب قوه، كان صارت مع وايد لاعبين. المنديل واحد من الاسامي قال قاعد يقط من جيبي. اليوم ضيفنا قاعد يقول قاعد يقط من جيبي الخاص، ففي ناس قاعد يقطون. لا متى محمد؟ زين متى احنا لا نتجه المشكله؟ اذا احنا نقول هالكلام احنا شي قاعد نخلي نفسهم الناس اللي ماسكين هذا الشيء يعتمدون. خلاص لا انا اقول اليوم احنا لما نيجي نوقف، كل واحد يوقف يقول لا والله ما قط، انا ما قط، انت موجود كاتحاد، انت موجود انا ارد عليك اتحاد، انا ارد عليك مثلا ما تقط، اقول ما تقط، ها لا تقط ما يهمني، ما يهمني خلاص. انت نفسك كاتحاد او انت نفسك كهيئه، انت اللي ما تبي ترفع اسم الكويت. ما انا يعني قاعد اقول كذا، واحد يعشق اللعبه مستعد يقط ما عيونه على هذه اللعبه، لان اللعبه فرديه. احنا نقط ولا ايش رايك؟ احنا دائما اللي نبي نقط. لا انت يضيق خلقك لما يجيك لاعب كان بدايته وكل من متوقع له، يجيك بعد سنتين يقول لك اوه للحين العب قوه، زين انا للحين انت وين رحت؟ يا عمي خلاص. اي يعني انت يضيق خلقك لما تشوف واحد كذي. فاجباري واحد يقط من جيبه دام الامور كلها ضده. نرجع الاحتراف الجزئي، في البعض قال انه نأيد هذا الاحتراف، في البعض قال ان هذا الاحتراف مجرد راتب فقط ما يعطينا خبرة أو تمارين إضافة أو كإنجازات، في البعض قال يا جماعة احتراف كامل لو يطبق بالكويت مستحيل لاعبيننا يقدرون يجابلون الاحتراف كامل، لأن فيه عقوبات وفيه يعني جدول معين وانضباط بالوقت. الاحتراف الجزئي دعم مادي حلو نستفيد منه طبعا، كلها رايح هو حق الرياضة نفسها لو تحسبها، بس أول ما تستلمها تستانس طبعا نفسيا بالنهاية لو تحسبها. أنت قاعد يقطع شهري يعني، هو قاعد ينزل كل 3 أشهر أثر رجعي، بس أنت تنساه عادي، ولما يقولون لك بعد أسبوع يعني بهم باقي له شهرين، فيمكن كل 5 أشهر كامل ينزل ولا ناقص مرات؟ لا ينزل كامل على حسب إدارة النوادي، في أندية تستخدم هذه الطريقة بشكل خاطئ، ما أدري أنا من هالأندية يعني، يمكن كاظم يكون منهم ما ادري، بس يستخدمونه. انت لاعب قديم مثلا عندي بالنادي، خلاص لا ترد تدرب، احط اسمك وانزل لك كامل. صارت وايد هذه كلك وفي نوادي وايد يعني، في ناس بطلوا وردوا حق رياضه مره ثانيه عشان احتراف الجزئي، لا اعمارهم كبيره مجرد، في ناس ردوا وتدربوا اوكي يعني بالعافيه عليهم، بس في ناس لا قاعدين بالبيت راتب علمنا مثلا كمدير نادي او نائب المدير يصير له، فصير معاش وتنام بالبيت يعني راحة براحة. فمشكلة إيش مشكلتنا؟ لو شنو قانون قوي نلعب على القانون. نلعب والله لو شنو القوانين. ويجي كل هناك اللي حاط القانون على بنا بيصيدك ويحط لك قانون، لا يحط لك قانون يضيعك. ما فايدة لو شنو والله يعني، لو شنو يعني استغفر الله، مرات دستورنا مثلاً كان دستور كويتي دستور قوي الكل يتكلم عنه، مرات حتى في قوانين دستور قاعد نلعب فيها يعني قوانين واضحة. ف اليوم تستغرب يعني مهما شنو نحط لازم في لعب في هذه الامور. انا لازم اقعد قاعده اجاوب لهم هذول الانديه هذول اخليهم يمشون. لو العب قوه ما دشيتها، خلنا اسال سؤال بخاطرهم هذا بس وانت اخذ راحتك. لو هذه الرياضه ما دشيتها، اي رياضه راح تدشها؟ هل كره القدم ام رياضه ثانيه؟ لو مو داش يعني مثلا العب قوه. انا كره القدم كنت احبها ودخلت نادي العربي فتره، بعدين طلعت لان قد تسوي الحين طبعا يعني اتابعهم شوي بس ما اشجع ولا نادي. احسن لك الحين كل اول ما الوالده الله يحفظها قالت لي كم درجاتك نازله؟ اي من النادي بس بطلع لان رجع اروح العربي وانا قد تسوي. ف بس كان ودي اكون سباح لان الوالد مره قال لي، قلت له يبا اذا تبيني اصير بطل ولا شيء ودي تكون سباح. ما صرت سباح بس الحمد لله تعلمت السباحه بروحي البروفيشنال بروفيشنال ها تعلمتها؟ اي
الحمد لله لك يا رب. طبعا انا امنيتي اعرف شلون اسبح. لا ما تعرف؟ انا ان شاء الله خير. نرجع حق محور مره ثانيه. خليك من السباحه. طفحيات طفحيات من انا لحن هذه البطه. خلينا نتكلم طبعا عن لعبه العاب قوه. هل فيها تمييز ومحسوبيه بين اللاعبين؟ محسوبيه تصير مرات. شلون؟ تصير هيك لاعب ياخذ المركز الاول بطوله خارجيه ياخذ المركز الثاني الثالث ما ياخذونه هو الاول على الكويت. ليش ما اخذتني؟ والله باخذ لاعب. تلقى الثاني يمكن اللاعبين الصغار بنشجع الصغار. زين انا الحين محضر وهدفي البطوله هدفي هالسنه انجاز هذا. لا ما اخذك. او تكون يعني مرات من نادي لنادي. يصير عندكم هذا الشيء؟ يصير اكثر. اذا خلينا نتكلم بواقع وما ابي اجابه دبلوماسيه نهائيا، اكثر نادي ياخذون منه لاعبين حق المنتخب بلعبتكم الحين؟ كاظمة. بس لان اللاعبين كاظمة فرضين نفسهم القادسية مرة هم الافضل بالكويت. تشوفهم من افضل اللاعبين يعني. حتى هم اللي قاعد يحققون مراكز. في لاعبين من نادي الساحل. نادي الساحل كان له اسم كبير على بقوه. عندهم البطل جاسم ماس يمكن احسن انجاز كان بطوله اسياد اللي طافت رغم شخص يحقق والمركز الرابع البطولة. منو اللي تحسه من اللاعبين يعني المحليين انه قريب منك اللاعب هذا انا بخاطري اني اصير مثل هذا اللاعب؟ اللاعب جاسم الماس اللي كنت اشوفه قبل ان شاء الله من بعيد وكان يقول لي اتمنى تكون. قال لي كلمه قال لي اتمنى بيوم ندش مع بعض خط النهايه مع بعض. البطوله اللي بعدها الحمد لله صرنا مع بعض. نحط الصوره قبل شوي. من الاول خذاها؟ خذاها هو. انت الثاني بعد بالخبره خذاها. الخبره تلعب دور في هذه اللعبه؟ تلعب دور. يعني لو تتكلم مثلا 100 متر او 400 متر ما يمديك تخطط او تفكر فالا السباق خالص. فهل الخبره تلعب دور في هذه الالعاب بعد؟ تلعب دور مو بالتكتيك داخل السباق. يمكن 800 فيها تكتيك معين او شيء. ال 100 متر او ال 400 شلون تتحضر نفسك حق البطوله؟ انت متمرن وعندك هالكم من الجاهزيه تسوي هالرقم. بس في ناس جاهزين يسوون هالرقم بس ما يسويه لانه هو ما عنده خبره كافيه انه يطلع كل الاصابات. شلونها؟ يعني هل اللعبه مثلا فيها اصابات كبيره؟ والطاقم الطبي هل متوفر في جميع النوادي بالكويت؟ في جميع النوادي متوفر طاقم طبي بس ما انصح حق اي احد لا رياضي او مو رياضي يروح لان اذا تقولون المستوصف تروح يعطونك بنادول هناك تروح يعطونك ثلج. ثلج بخاخ. ثلج بخاخ وعندهم جهاز الكهرباء هذا اوه يعني. فيها اصابات اللعبه؟ فيها اصابات. يعني شنو اخطر اصاباتها؟ واكثر اصابه في هذه اللعبه؟ احنا عندنا الهامسترنج العضله الخلفيه هذه تمزق فيها سهالات. مو من في ناس يقول لك ما سخن عدل. هي لا انت عندك العمود الفقري. من يصير في شيء وما احنا ما عندنا مدلك بالاتحاد صار لنا 3-4 سنين ما عندكم؟ لا اذكر مدلك؟ مدلك هل مهم يعني لهالدرجه؟ هو المدلك اذا شفت هاي العمود الفقري اذا صار في مشكله يسكر على الاعصاب. انت لو شو تسوي؟ راح تحس بنغزات بريلك. يا توقف تمرين يا تكمل على بون هي خفيفه وراح تتمزق عليها. هو بس يمكن قبل التمرين يمكن ما يدلك يضبط لك الفقرات. ما قلت لك مره مثلا احد البطولات اذا كان حظك مثلا سيء لدرجه كبيره احد البطولات محضر تحضير كبير حقها قبل البطوله قاعد تسخن بالدش المضمار اصابه جت لك انسحبت؟ حصلت بطوله خليجي بالكويت اول بطوله العبها هذه خليت فيها المركز الرابع. واحنا كانت بالكويت فكنا قبل البطوله باسبوع معسكر داخلي بالفندق يعني قبل البطوله بثلاث اربع ايام. تمزق بالاربطه حاشني لفه ريولي وبس خلاص ما اقدر امشي. رحت عند جبسوا لي اياها. مدربي قال لي شلون جبسوها ما تقول لي؟ كان اروح ادش الغرفه واشيل الجبس بلعب خلاص. شاركت فيها؟ شاركت فيها. والرابع؟ اي. هل الاصابه هي اللي عرقلت خلينا نقول خطواتك للمركز الاول؟ نوعا ما كانت الاصابه يعني شيء وايد ناس ما يعرفونه بس يعني كنت العب وقتها حواجز فاذتني وايد. الانكل كان فترته. لفت نظري شيء يعني قلت لي انه سوينا معسكر داخلي بالفندق. شلون معسكر داخلي بالفندق؟ لا هذه تصير يعني حتى غدا يعني معسكر. انت اسمه معسكر يعني طالع انت لا البطوله كانت بالكويت يعني تلم الفريق. ايه شنو المعسكر اللي تسوونه؟ شنو بس على قولنا قاعدين مع بعض.
والله لا تقولها قولها بسمع. بس قاعدين بالفندق والمعسكر شهدت يعني في معسكرات حتى في كرة القدم في مباريات النهائي مثلا الكويت او العربي يعني انه توخر عن البيت اللاعبين محتكرهم انا كمدرب اقعدهم متى ما ابي شغله ثانيه تمارين اون تايم لان بس الفندق وهني الملعب يعني ما تقدر تتهرب هو يكون يعني اذا البطوله قريبه ما ينفع تمرين يعني ما تمرين يكون خفيف بالعكس احنا نخفف التمرين قبل البطوله عشان نوفر الطاقه حق البطوله. في مره كسرت رقم وقت التمرين بس ما قدرت اوصل له في وقت المسابقه نفسها. اي في بس كسرت رقم يعني رقم قلت اوه انت نفسك اي في رقم كان بال 500 متر هو يعطيك مؤشر حق 400 متر تتدرب مع بطل مسافات طويله بطل الكويت عمر رشيد ولاعب ودربني فتره سويت رقم يأهلني يمكن بطوله اكسر رقمي بثاني تريننج كسرت رقم يمكن الاجزاء بس فكان في يمكن خبره او الجدول نفسه ما مشى تماما بالشكل المطلوب. بطوله الخليج الجايه ان شاء الله او البطولات الاسيويه الجايه هل كان كواقع نقدر نشارك يعني نقدر نحقق ارقام ولا طافونا بشكل كبير يعني اليوم كلاعبين الكويت تراجعوا بادائهم يعني قال لاحظ قطر قاعد تحتل ما شاء الله قطر ودول الخليج الثانيه دول اسيا اخذ التطور اليابان الصين وكوريا ودول الثانيه قادرين ننافس نقدر خاصه لما يكون جايك لاعب هو يبي يوصل هم طافوا ووصلوا خلاص وين بيوصل حد رقم العالم بيحطهم رقم العالم بيصير اسطوره بس انت خليك وراه على الاقل يعني ما تكون بعيد عنه فبطوله الخليج ان شاء الله قريبه شهر نقدر يعني نحقق ميداليات الصراحه ان شاء الله انا طموحي ان شاء الله احقق ميداليه مع ان الاول مسابقه 400 مؤهل ثالث على العالم تصنيفه ثالث على العالم والثاني هم بحريني ماخذ المركز الثاني بطوله العالم شباب فمنافسه قويه يعني احنا قبل نقول بطوله الخليج تنافس يمكن تدش فيها مركز غرب اسيا تصير اصعب شوي اسيا تصير اصعب احنا خلاص من اول بطوله هي اصعب بطوله لان ابطال اسيا والعالم هم خليجيين ما شاء الله طبعا اكيد نتمنى لكم كل التوفيق في بطولاتكم المقبله وان شاء الله يعني اللي سمعنا يسمع ويطبق يعني ان شاء الله يا رب الله ان شاء الله عندنا منشآت يا رب نتمنى ان لاعبينا هذول ما يروح تعبهم على الفاضي على الفاضي وخلاص مشكورين يعطيكم العافيه سويتوا شعب الكويت ملينا لوك عمي اشتغلوا المهم زين نبي منك كلمه اخيره شنو تحب تقول حق جمهورك؟ والله بس اشكركم على الاستضافه الجميله هذه اشكرك صراحه يعطيكم العافيه يعطيك العافيه ما قصر طبعا كان معنا اليوم اللاعب عبد العزيز سيف لاعب نادي كاظمه والمنتخب الوطني بطل 400 متر متابعينا شوفونا باكر في حلقه جديده من برنامج جادرينج كالعاده المتعثره بس في برنامج جادرينج فما الله